السن ديالي 20 سنه طالبه في الجامعه في السماره متعدده التخصصات. الهوايه ديالي هو الركوب على الجمل الهجن. المشاركه ديالي الصراحه زوينه انا والصديقات ديالي ونتمنوا يديروا لنا جمعيه ياسوها ونعودوا جمعيه ان شاء الله احنا الطفيلات بخصوص هذا المجال. هذا المجال ما هو للرجال كذلك للنساء ونتمنى التوفيق للجميع. كيبان الميدان في الايام الاولى كيكون صعيب شويه، كانوا مشاكل والحمد لله تحديناهم وصاهي الحمد لله، او ضروري شويه من المغامره وضروري شويه من التخلي عن الخوف وضروري الصعوبات يدوز منها الانسان باش يلحق الهدف ديالو. نشوف الطافيلات خصوصا في دي السنه كاين ميول من ناحيه الطافيلات على هاي الهوايه، وذا كان زين ويارتو يتقدم شوي ويتطور. والله هي لا تفكر شي شو راكبت على جمال اصلا راه تفكريش زين ذاك يا غير خارج شوي صعوبات قبالة على الاقل غير تحدى واحد تحيد تكسر ذاك الهاجس ديال الخوف بينها وبين نفسها على انها تشوف زايله كبيره والله شي تقول ما يمكن لي انا كاع نركب يا غير لاباس وخير لاباس بهم. رسالتي للشباب خصوصا الشباب هذا الشباب الصحراوي بصفه عامه خالق شي منهم ساو تراتهم وخالق شي من الناس اللي بصحتهم ما ساو تراتهم ما فرطوا فيه وحنا مزالهم محافظين عليه وداك كامل زين. ونوصوا التركه الثانيين اللي ما تلفتوا على ذا التراث كانهم يرجعوا تراتهم الاصلي القديم وذا كامل زين وخير. كتشوف هذا الطافيلات كاملين تا هما يعدوا كيف تاك هذا الشيء كامل زين ونتمناو تا هما يزعموا تا هما يعاودوا يركبوا في البل وان شاء الله يكون داك الشيء كلشي زين ان شاء الله بحول الله. بديت العام الفايت هوايه زينه وكنتمنى كلشي يدير بحالنا تا حنايا يعاودوا يركبوا تا هما في البل وان شاء الله العام الجاي نعاودوا نركبوا وكل خير ان شاء الله. حتى شي صعوبات كلشي زين كلشي سهل عادي كلشي خاص غير الواحد يزعم ديك خاصهم غير يزعموا ما كلشي سهل كلشي سهل والله كلشي زين خاص غير الطافيلات يزعموا شوي راه يركبوا كلشي زين. احنا هذا الشيء اللي في القديم كانوا يركبوا على الرجال على 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 الراحله والين قالوا الراحله والعليات عندنا كانوا يركبوا على مشقب الين قالوا مشقب ولكن ما كانوا يشاركوا في السباق كانوا لا رحال ماشيين لا من بلاصه لبلاصه. اليوم الحمد لله عندنا هذا التراث اصلا احنا قاعدين من اباتنا واباتنا خلاوه نحن خلونا هاك المشعل وهاك المشعل الحمد لله خلينا احنا ابناءنا واولادنا راهم ورا ظهري راكبين الحمد لله لا الشباب راهم قبضوا المشعل الحمد لله وكانوا الحمد لله شباب وابنات كانوا الحمد لله مشاركين والحمد لله توفرت عنا الامور وعاد عندنا الحمد لله المعايل بحالهم بحال الطافيلات مشاركه ما فيها اي صعوبه عندنا البنات الحمد لله مشاركات في السباق راكبات حتى مات على 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 الالي الراحله على الراحله التقليديه وعاد الحمد لله يديروا معنا السباق وماتت عندنا صعوبه الحمد لله